لنلخص الوضع الحالي في الجزائر وسبب انقسام الحراك، يجب أن نضع بعين الاعتبار أننا أمام مشروعين لا ثالث لهما، مشروع دولة نوفمبرية في إطار مبادئ إسلامية، أو مشروع استئصالي تغريبي يقوده عرابو الفرانكو بربرية والذي سيردنا إلى حضن فرنسا لا محالة. فما طبيعة المشروعين وأين نحن في حراكنا من هذا؟ إن أهم ما جاء في بيان أول نوفمبر ما يلي: إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة ضمن إطار مبادئ إسلامية، احترام جميع الحريات الأساسية دون تمييز عرقي أو ديني، تحقيق وحدة شمال إفريقيا داخل إطارها الطبيعي العربي والإسلامي. ولقد عمل الاستعمار طوال عقود تواجده في الجزائر على منع التعليم باللغة العربية، وظهرت في مواجهة قرار هذا جهود من أبرزها جهود جمعية علماء المسلمين برئاسة العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله، والذي كان له دور فعال في الحفاظ على الهوية الجزائرية التي كان يجمعها في قوله: جعب الجزائر مسلم وإلى العرابة ينتسب. والهدف من الفرنسة ومحاربة اللغة العربية هو استهداف الإسلام والأمة العربية ككل لتفريق الجزائر والمغرب عنها. امتد الصراع لسنوات، واستغول خاصة بعد وفاة الرئيس السابق هواري بومدين، ليأتي بعده بعشر سنوات رد من الرئيس الشاذلي بن جديد، حيث أصدر المجلس الشعبي الوطني البرلمان قانون تعميم استعمال اللغة العربية يوم 27 ديسمبر 1990. وقعت ضغوط شديدة على الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد من أجل عدم توقيعه وإعادة قراءته بالمجلس، وحشدت الجهود حتى لا يفوز مرة ثانية، لكن الرئيس أصر على صدور القانون ووقعه في 16 يناير 1991، انطلاقا من إيمانه بالعروبة وحبه للغة الضاد. ومنذ هذا اليوم راح اللوبي الفرنكوفوني المتنفذ في الدولة وبخاصة في وزارة الدفاع يعمل لعزله، وجاءت الفرصة فعزل الشاذلي بن جديد يوم 11 يناير 1992. بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 ديسمبر 1991، والتي فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ قبل انقلاب جنرالات دفعة لاكوست، وقد ترأس العسكريون الفرنكوفونيون هذا العزل وعلى رأسهم الضابط السابق في الجيش الفرنسي اللواء خالد نزار، تزامنت استقالة بن جديد مع قرار سابق له يقضي بحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مسبقة، مما يعني شغور منصب رئيس البرلمان الذي كان يمكن أن يحل دستوريا مكان الرئيس لفترة 60 يوم. بالتالي نجح مدبر الانقلاب العسكري على المسار الديمقراطي والانتخابي في توفير كامل شروط الشغور التي تتيح لهم الاستيلاء على الحكم، لكنهم كانوا بحاجة إلى ظهير سياسي وجدوه في عدد من الأحزاب السياسية العلمانية وهيئات مدنية تدعي الدفاع عن الديمقراطية. قد أسست تلك الأحزاب معرفة حينها بلجنة إنقاذ الجزائر، نفس الأحزاب تدعو اليوم إلى تنحي القايد صالح وتطالب بمرحلة انتقالية ومجلس تأسيسي خارج الدستور. كان الانقلابيون في حاجة إلى شخصية سياسية مرجعية وتاريخية لترأس المجلس الأعلى للدولة، ووجدوه في الرئيس محمد بوضياف الذي استخدم الجيش من منفاه في المغرب في 26 يناير 1992، قبل أن يغتال على يد أحد حراسه في 26 يونيو 1992، وهو الرئيس الذي أوقف التعريب. تبع ذلك المجيء لعبد العزيز بوتفليقة في 1999، والذي عاشت الجزائر معه أسوأ فترة حكم عرفتها اللغة العربية ناهيك عن التحطيم الكلي للاقتصاد والقيم ومحاربة الإسلام والهوية، خاصة في فترة نورية بن قبريل في 2014، والتي شغلت وزيرة للتربية الوطنية في حكومة سلال الثالثة. يأتي ريح التغيير مع حركة 22 فبراير الذي بدأ موحدا على شعار ما كانش الخامسة يا بوتفليقة ينقسم، وليخرج الصراع الهوياتي والديني والسياسي للعن بعد رحيل بوتفليقة. تجلى ذلك في مطلب النوفمبرية الباديسية الذي نادى به الأغلبية ضد مشروع حزب فرنسا الاستئصالي الذي ينادي بجمهورية ثانية ومجلس تأسيسي ومرحلة انتقالية بهدف تغيير مواد الدستور والمساس بالمقومات من دين ولغة وفصل الجزائر عن الأمة العربية، وحتى إلى فضلة الجزائر بغية تقسيمها ناهيك عن مشروع تمزغ الكبرى الذي سنتطرق له في فيديو آخر. بعد قرار تأجيل الانتخابات 4 جويلية رسميا، يبقى في الصراع دعاة اللجنة المستقلة لتنظيم الانتخابات وحكومة كفاءات لتسيير الأعمال، كل هذا في إطار دستوري للذهاب لانتخابات النازحة ومعظمهم حاملون للواء المشروع النوفمبري. وفي الكفة الأخرى دعاة المجلس التأسيسي والمرحلة الانتقالية ممن يريدون التعيين كما اعتادوا منذ التسعينات ولا تخدمهم الديمقراطية، ويعتمدون على التصعيد في المطالب للوصول إلى الفراغ الدستوري وتحقيق مخططاتهم لعلمنة وتغريب الجزائر. وكما جاء في بيان أول نوفمبر: يا أيها الجزائري، إننا ندعوك لتبارك هذه الوثيقة، وواجبك هو أن تنضم لإنقاذ بلدنا.